من منصة وقناة المشهد مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو العرب. سألني البعض لما تكلمت عن لبنان بهذا التأثر في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس بمصر، سألتني سؤال عن لبنان، جاوبتها بكل صدق عما كنت أشعر به، وبدأ التأثر علي عندما قلت إنه لبنان مشكلته بالانقسام بين شعبه وغياب ولائه للوطن مقابل ولاءات للزعماء والطوائف والمذاهب والمناطق والدول اللي هي خارج حدود الوطن. هذا الكلام قلته من قلبي يوم وأعنيه لأنه عشته وعم بعيشه وبعدني عم بعيشه رغم أني أنا صرت خارج الوطن. قلت هيدا الكلام تأثرت وبدأ التأثر علي، فكتير ناس صار ترند هيدا الفيديو وكتير ناس سألوني إلى هذا الحد كلامك كان صحيح أو كان فيه جزء من المبالغة والاستعراض. أنا ما رح أقدر جاوبكم ويمكن كتار من اللبنانيين ما رح يقدروا يجاوبوكم لسبب إنه كل واحد منا رح يحسبوه على منطقته، على طائفته، على مذهبه، على خلفيته السياسية وإلى إلى 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 إلى. لذلك ربما مصداقيتنا صارت كلها بمهب الريح. لذلك قررت إنه استشهد بمقولي للكاتب والصحافي العالمي اللي زار لبنان واشتغل بلبنان وكان له وجود بلبنان، روبرت فيسك. روبرت فيسك عندما كتب عن لبنان وسئل عن لبنان وصفه بأجمل البلدان، وصف طبيعته، جباله الجميلة والرائعة، وصف طعامه الرائع، وتوقف عند شعبه عندما قال شعب لبنان بمعظمه متعلم ومثقف بشكل استثنائي، وأضاف لكنه طائفي، ووصف لبنان بسيارة رولز رويس جديدة بمقاعد جلدية فخمة داخلها كل الرفاهية والتكنولوجيا، لكن هذه السيارة اللي هي لبنان بعجلات مربعة كالعجلات التي تشاهدونها على الشاشة الآن، وبتلك العجلات من المستحيل أن تستطيع أن تسير تلك السيارة. هكذا اختصر فيسك بكلمات صغيرة ما لم أستطع أنا التعبير عنه بكل كلامي وبكل هذا التأثر الذي كان حتى موضع شك عند البعض. للأسف هذا هو لبنان.